اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا يعني الناس كلها عايز تعرف اخر الاخبار واخر التطورات الخاصه بفرقتنا قبل ساعتين ثلاثه من المواجهه المنتظره والمرتقبه. طيب نبتدي مع حضراتكم قبل ما يعني ندخل في الاخبار انا وساره، خلينا نروح للمغرب. زميلنا من هناك كريم احمد يدي لحضراتكم صوره عن الوضع هناك في المغرب في الدار البيضاء في ساعات الاخيره قبل المواجهه ان شاء الله. يا مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي ساره، ودعواتكم بقى ان شاء الله ودعوات كل جمهور النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا النهارده. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا كريم. الحقيقه يعني نعرف النهارده خلاص اللي ذاكر ذاكر زي ما بيقولوا، استعدادات اكتملت، طريقه اللعب اللي في دماغ مستر موسيماني، التشكيله هياخد بيه المباراه، اعتقد كل الحاجات دي اصبحت محسومه. اليوم الاخير النهارده من بدايته لغايه اللحظه اللي انت بتكلمنا فيها، نعرف منك الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي، ازاي رصدت او ازاي شفت حاله التركيز، الحاله المعنويه لفرقه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، تطمن جماهيرنا كده في مصر. الحقيقه طبعا يعني باكد على كلامك، التركيز كبير جه هنا في معسكر فريق للنادي الاهلي، الرغبه موجوده والجديه موجوده في التدريبات الاخيره، لكن خلاص نقدر نقول بقى كل الامور دي اتحسمت بشكل كبير. النادي الاهلي استعد بدنيا وفنيا بشكل رائع جدا هنا في المغرب. التوقيت كان رائع ان احنا نصل قبل المباراه باكثر من 3 ايام، يمكن ده امر كان مهم جدا عشان ناخد على الاجواء، وبالحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي خدت على الاجواء بشكل كبير. النهارده خلاص نقدر نقول بقى ساعات بسيطه جدا بتفصلنا عن هذه المباراه، ان شاء الله يا رب النادي الاهلي يكون في الميعاد، لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده. البرنامج طبعا تدريب الخاص بفريق النادي الاهلي اليوم، فطار صباحا كان 10 صباحا، ثم وجبه غداء 2 دورا، مباشره عقب انتهاء وجبه الغداء اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني بالكامل مع لعيبه النادي الاهلي. على قد ما بتبقاش اجتماعات بتبقى تحفيز وبتبقى كلام مؤثر جدا للعيبه النادي الاهلي. يمكن بيتسو موسيماني قال مئات الملايين بتنتظركم ان انتم النهارده تشوفكم اداء ونتيجه ان شاء الله تسعد جمهور النادي الاهلي، اشتغلنا بشكل كبير خلال الايام الماضيه، ينقصنا بقى ان شاء الله ان كل اللعيبه تستوعب التعليمات اللي قالها بيتسو موسيماني خلال التدريبين اللي كانوا على ملعب كهرباء كاليفورنيا اللي استقبل التدريبين الاخر لفريق النادي الاهلي. تدريب الامس زميلي احمد زميلتي ساره استغرق 45 دقيقه، كان فيه تكتيك بشكل كبير جدا، الراجل مركز بشكل كبير، قابل الوداد اكثر من مره، لكن مع الاختلاف صن داونز والنادي الاهلي، النادي الاهلي حصل على 8 ألقاب وبيسعى ان شاء الله باذن الله للبطوله التاسعه تكون في دولاب النادي الاهلي بالجزيره، لكن اكيد الحماس موجود والجديه موجوده. في هذه اللحظات اللي انا بكلمك عليها زميلي احمد وزميلتي ساره، لعيبه النادي الاهلي في محاضره بدات 4:30 بتوقيت المغرب، يعني متعودين مع بيتسو موسيماني المحاضرات بتكون مطوله شويه لان الراجل بيتكلم على الجانب النفسي وبيتكلم على الجانب الفني وكمان بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي بشكل شخصي، ثنائيات، مجموعات، امور عديده جدا. الراجل بيحاول ان هو يشتغل على هذا الامر بشكل كبير وجايب نتيجه كبيره جدا مع اللعيبه. بنسال اللعيبه على طول، بيبقى لنا احاديث مع لعيبه النادي الاهلي بسيطه طبعا لان الكل قافل على نفسه، لكن ناس سعيده جدا طبعا من فكره الكبير وايضا كمان من ادائه مع فريق النادي الاهلي. كل لعيبه النادي الاهلي بتحبه، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كريم يهمني اسالك عن الاجراءات الامنيه اللي حول ملعب مركب محمد الخامس، يعني من الوارد نشوف مثلا جماهير كتير من الوداد حول الملعب ولا الدنيا ماشيه زي الاجراءات الامنيه؟ وبالمناسبه لو تقول لنا الملعب مركب محمد الخامس بيبعد قد ايه تقريبا عن فندق اقامه او محل اقامه النادي الاهلي؟ الفندق بيبعد زميلي احمد 25 ل 30 دقيقة مع التأمين من فندق الإقامة هنا لملعب مركب محمد الخامس. الإجراءات الأمنية الحقيقة يمكن منتظرين هذا الأمر إن احنا نشوفه صوت وصورة، لكن أكيد طبعًا عارفين إن يعني جمهور الوداد النهارده عارفين نلعب مباراة بدون جمهور، لكن عارفين إن الجمهور هيكون متواجد حول الملعب في الشوارع المحيطة بتحركنا من فندق الإقامة، لكن بشكل عام التأمين منذ وصولنا إلى المغرب تأمين طيب، لكن النهارده هو اليوم الأهم والمهم جدًا بالنسبة لبعثة فريق النادي الأهلي إن يكون التأمين أكتر من كده، لأن متوقعين يكون في عدد من الجمهور متواجد. عارفين شعب المغرب طيب جدا، لكن في الكوره هم عندهم انتماءات كبيره جدا سواء فريق نادي الرجاء وايضا كمان فريق نادي الوداد، لكن يا رب ان شاء الله الامور تكون يعني ماشيه بشكل مطمئن جدا، وصلنا يكون بسلامه الله، التامين يكون على اعلى مستوى. كريم ان شاء الله زميلي احمد، لما جماهير الوداد بيقابلوكوا صدفه كده حوالين الفندق او عند ملاعب التدريب بيبقى التصرف ازاي؟ الحقيقه طبعا يعني كله كلام تحفيزي طبعا بالنسبه لفريق الوداد، وعلى الجانب الاخر يعني جمهور نادي الرجاء لما بيقابلنا بيتمنى لنا الفوز، اكيد طبعا فريق الوداد بيتمنى الفوز لفريقه والعكس صحيح، لكن كل يمكن كل الامور دي اكيد في اطار يعني الهزار وفي اطار طبعا الحب، الشعب المغربي بيحب الشعب المصري. طب سريعا جدا كريم تقول لي ازاي يعني استقبل الجانب المغربي خبر اختيار الحكم الزامبي جاني سيكازوي لاداره مباراه الاهلي والوداد؟
بالتاكيد طبعا يعني يمكن الحكم طبعا يمكن اتكلمنا عليه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن اكيد الضرر كان هنا وهنا، خلاص هو امر واقع زميلي احمد. بالنسبه للاتحاد الافريقي هو اتاخر شويه بشكل كبير ان هو يعلن اسم الحكم بشكل رسمي، لكن خلاص هو امر واقع. ويمكن كان ليه حديث سريع مع الكابتن سمير عدلي، الراجل كان متواجد في الاجتماع الفني واتدرب تدريبه على ملعب مركب الخامس قبل تدريب فريق النادي الاهلي. يا رب بس ان شاء الله بنتمنى ان هو يدينا حقنا بالكوره كده باذن الله، ويبقى بقى المجهود على لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من المغرب. دي كان اخر اخبار او ملخص اليوم الاخير في اقامه النادي الاهلي في المغرب.